بينما تشهد إفريقيا تفشيا كبيرا للأوبئة والأمراض، برزت دعوة من داخل القارة للتخطيط لمواجهة هذا التفشي من دون مساعدة دولية وسط تقاعس واضح من الدول، وهو ما بدا جليا خلال أزمة كورونا وصعوبة حصول دول القارة السمراء على اللقاحات المضادة. وقد حذر القائم بأعمال مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن القارة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.3 مليار نسمة تقف بمفردها في مواجهة هذه الأوبئة. لماذا إذن يتخلف العالم عن مساعدة إفريقيا؟ وهل تتمكن دول القارة السمراء بمفردها من مواجهة الأوبئة؟ القارة الإفريقية تشتكي نقص المساعدات الطبية الدولية وتدعو لوضع خطط ذاتية للوقوف في مواجهة الأوبئة. فالمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت أن إفريقيا تقف بمفردها في مواجهة الأوبئة، مشيرة إلى عدم وصول المساعدات في كثير من الأحيان إلى دول القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة. المسؤولون بالمراكز أكدوا ضرورة عمل الدول الإفريقية على سد الثغرات في مساعيها لمواجهة تفشي الأمراض مثل فيروس إيبولا في أوغندا. ومع ظهور حالات تفشي إيبولا من سلالة السودان في إفريقيا وخاصة في أوغندا، أكدت السلطات الطبية الإفريقية أنها لم تتمكن من الحصول على تشخيص سريع لهذه السلالة ولا اللقاحات المضادة لها. وتشير البيانات إلى تعرض 54 شخصا حتى الآن للإصابة بفيروس إيبولا، إلى جانب مقتل ما لا يقل عن 19 مصابا وبينهم 4 من العاملين في مجال الصحة. المسؤولون الأفارقة عبروا أيضا عن أسفهم لما اعتبروه إخفاق المجتمع الدولي في مساعدة البلدان الإفريقية على تحسين قدرتها على اكتشاف جدري القردة والسيطرة على انتشاره، مشيرين إلى أن القارة لم تتلقى أي مساعدات رغم تسجيلها عددا كبيرا من الوفيات بالوباء هذا العام أكثر من أي مكان في العالم. ووفقا للخبراء، لم تتلقى 54 دولة في إفريقيا دعما دوليا كافيا في الأزمات الصحية الأخيرة، وواجهت صعوبة في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. للنقاش انضم إلينا من أديس أبابا رئيس تحرير موقع نيلو تيك بوست نور الدين عبد. أهلا بك سيد نور الدين. بداية ضعنا يعني في خطورة تفشي هذه الأمراض بشكل كبير في القارة السمراء. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. يعني لا شك مسألة يعني خطورة تفشي الأوبئة إن كان على مستوى إفريقيا أو أي مكان في العالم له تداعيات كبيرة، ليس فقط على القارة أو على نفس البلد اللي الذي يعني تنتشر فيه أو ينتشر فيه وباء معين. المشكلة والتداعيات ستصل في النهاية إذا لم تتم السيطرة إلى دول أخرى وإلى مناطق أخرى، أو وربما تنتشر يعني إلى العالم كما حصل مع موضوع أو مع وباء كورونا. فلذلك يعني اعتبار أن المشكلة هي مشكلة إفريقية ويمكن يعني حصرها في ذلك الإطار، أعتقد ما في مشكلة في العالم في هذا اليوم يمكن حصرها بطريقة أو بأخرى، والأولى هو البحث عن وسائل استجابة سريعة، رغم أن العالم في النهاية يعني أصبح الجميع مشغول يعني بوضعه الداخلي وبنفسه وبالوضع وبالأوضاع العالمية المتقلبة وبنظام عالمي يعني متضعضع. يعني تجربة كورونا أثبتت للعالم أن مثل هذه الأوبئة يعني ليست تحديا على بلد بل تحدي عالمي. لماذا في رأيك إذن يتخلف العالم عن دعم إفريقيا في مواجهة هذه الأوبئة؟ هو يعني في الحقيقة العالم مشغول، يعني العالم مشغول ربما بمشاكل بين الكبار، ويعني هذه المشاكل كانت على مستوى يعني النفوذ في الأقاليم الإفريقية وفي أقاليم أخرى من العالم، لكن الآن يعني هذه المشاكل تحولت إلى حرب مباشرة تقريبا يعني وفي ميدان أوروبا. لذلك يعني أعتقد العالم مشغول بمشاكل ربما تنسيه هذه المشاكل التي تعتبر جانبية بالنسبة لإفريقيا، فلذلك الخوف أن تترك يعني هذه الدول يعني التي تعيش قدر كبير جدا من الهشاشة السياسية ووضع أمني مرتبك
وظروف اقتصادية وسياسية يعني واجتماعية صعبة، فيعني بعد أزمة كورونا بالذات. لذلك يعني نخشى أو أن تترك هذه القارة وأن تترك الدول لنصيبها ولقدرها، وعندما يأتي العالم ربما بعد ما تهدأ هذه المشاكل الدولية الضخمة وخاصة حرب أوكرانيا، ليكتشف أن هناك أيضا يعني مشكلة أخرى أخذت بعدا كبيرا. لذلك أعتقد في هذا السياق يأتي وتأتي تصريحات مركز الوقاية من الأمراض والعلاج الأفريقي اللي هو تابع للاتحاد الأفريقي، وهو في الحقيقة مركز لجمع المعلومات ولأيضا يعني التواصل مع العالم والتواصل مع منظمة الصحة الدولية للحصول على التشخيص المناسب وعلى الأدوية المناسبة، فهو مركز معلومات متكامل. يجب أعتقد أن تؤخذ تصريحاته بعين الاعتبار وبقدر كبير جدا من الجدية. لكن السؤال أيضا الآن الذي يطرح، ما مدى قدرة الدول الأفريقية على وضع الخطط الذاتية لمواجهة هذا التحدي بشكل منفرد، وما هي الأولويات أيضا؟ في الحقيقة يعني في النهاية ما ليس لدى هذه الدول وليس لدى أفريقيا عموما إلا أن تكون يعني على مستوى التحدي، وأن تبحث عن موارد ذاتية، وأيضا أن تعمل على إرشاد وترشيد الموارد، وأيضا الخروج من بوتقة الفساد التي تستهلك يعني الكثير من الموارد، لانه يعني الدعم الدولي ايضا صار موجه الى موارد اخرى والى صراعات اخرى. لذلك هذه الدول يجب ان تعمل بقدر كبير جدا للحفاظ على النظام الصحي، ويعني الا يصاب بهذا النظام الصحي بالانهيار، لانه يعني ازمه كورونا لعبت دور كبير جدا في الضغط على النظام الصحي في كل دوله وخاصه في دول يعني جنوب الصحراء. و أيضا جاءت الآن يعني الأزمة الاقتصادية التي صاحبت أزمة حرب أوكرانيا، ويعني أسعار الطاقة وأيضا المشاكل الغذائية وخاصة يعني الجفاف الموجود بقدر كبير جدا في القرن الإفريقي، يعني حيث هناك تقارير تذكر أنه ملايين من الناس يحتاجون إلى دعم سريع. فلذلك يعني يجب ترشيد الموارد، ويجب العمل على أن لكل دولة أن تبحث لها يعني أن مخرج وطني لتهيئة نظامها الصحي للخروج من هذه الأزمة، ويجب ألا تنتظر هذه الدول أن يكون هناك قدر كبير جدا أو استجابة كبيرة لانتشار هذه الأوبئة، لأنه كما قلت العالم منشغل. لذلك يجب أن تركز هذه الدولة على الأجندة الوطنية، وقبل ذلك يعني جزء كبير جدا من هذه الأجندة الوطنية، يعني حتى لا يكون هناك انتشار كبير لهذه الأوبئة، يجب أن يكون هناك تركيز على السلام، لأنه مسألة السلام أيضا يعني أصبحت الآن ملحة أكثر من ذي قبل في إفريقيا عموما، على ضوء انتشار يعني أو عودة الانقلابات والمشاكل الأمنية والحروب الأهلية. لذلك يعني المسألة مترابطة جدا، لدرجة أنه يعني هناك تحذيرات أن يعني المشاكل والحروب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي في هذه الدول يعني ربما يعني زاد في عدد الإصابات الموجودة إن كان على الأمراض السابقة. طيب. والموجودة، ولكن إلى أي درجة يعني في آخر سؤال تعتقد أن هذه الدول قادرة على بالفعل النجاح في هذه المهمة في دقيقة، ماذا تقول؟ في الحقيقة هو يعني هو يجب ألا يكون سؤال بالنسبة لهذه الدول، يعني هو ليس محل سؤال، يجب أن تنجح يعني، لأنه ليس هناك خيار آخر، لأنه كما قلت العالم منشغل، فلذلك هذه الدول يجب أن تنجح، لأنه يعني هذا انتشار هذه الأوبئة وأيضا يعني عودة الأمراض التي بدأت يعني كانت تنقرض أو تهدأ وتختفي، عودتها إلى الساحة مرة أخرى هو يعني سيخلق مشاكل كثيرة، مشاكل اجتماعية واقتصادية. لذلك
هذه الدول ليس أمامها خيار، رغم أن هناك صعوبات، لكن يجب أن تنجح هذه الدول بطريقة أو بأخرى، لأنه ليس هناك ما يمكن أن تنتظره بشكل كبير من المجتمع الدولي. قد تكون هناك يعني استجابات، لكن هذه الاستجابات لن تكون على مستوى التحدي. لذلك الواجب الوطني هو مهم جدا، وهذا الذي يجب أن يكون هو في الحقيقة يعني حتى على المدى البعيد. يجب هذه الدول الإفريقية عموما أن ترشد مواردها وأن تخفف من أو تحارب الفساد بشكل كبير، وأن يكون هناك يعني ترشيد للحكم وإصلاح حتى يتم التفرغ للتنمية. من أديس أبابا رئيس تحرير موقع نيلوتيك بوست نور الدين عبدة، شكرا جزيلا لك.